فاطمة سامي خميس. لا، اللي في البطاقة فاطمة فيصل نجا، علشان أنا بابايا احتضني وأنا صغيرة، هو بالنسبة لي هو بابا، يعني فيصل ده لا يعني لي في أي شيء بصراحة، غير إن هو على الورق الحكومي وكده، لكن في الأساس وقدام الناس وحتى الناس في الشارع وكده وفي العيلة، فلا هي فاطمة سامي. فكرة الاحتضان دي كانت حاجة حلوة جدا جدا جدا، بسبب اولا ان انا خدت فرصة اعمل فيها كل ده، ثانيا ان انا دلوقتي بثبت للناس ان هو لا، من الاطفال مش وحشين، هي بتعتمد على التربية. انا بحبهم جدا، بحب عيلتي جدا جدا، يعني واهلي بحترمهم جدا، ويعني انا عمري في حياتي ما فكرت ان دول لا مش اهلي، حتى خالاتي كويسين جدا معايا. ماما بصراحة قعدت تمهد لي قبلها بفترة طويلة جدا، غير ان هي كانت بتمهد، غير ان انا يعني انا كنت تقبلت الموضوع، يعني وعلى فكره كنت متاكده، يعني كنت متاكده ان ده اللي حصل. قلت لها بصي يا ماما، انا حاسه ان انت مش ماما اللي ولدتني. راحت قالت لي ليه؟ عشان انت قلتي لي في التمهيدات ان انا ان مثلا ممكن حد يجيب طفل وكده، فانت ليه ممكن ما تكونيش جبتيني؟ ماما غاليه عندي جدا، ومن الحاجات اللي انا بسعى عشانها في حياتي ان انا عايزه اجيب بيت لماما واوديه لها هي، بس بيتي يكون من شغلي انا. حتى ماما لما جيت قلت لها على فكره انت هتطلعي عمره بفلوسي في يوم من الايام، هجيب لك فلوس تطلعي بيها عمره وكده. مش مامتي هي اللي اختارتني على فكره، بالمناسبه مش مامتي خلاص اللي اختارتني، انا اللي اخترتها، يعني انا مامتي وكل الناس اللي كانت موجوده اليوم ده بتقول ان انا اللي مسكت فيها، مش هي اللي مسكت فيا. انا مسكت في الطرحه بتاعتها، فضلت ماسكه فيها وفضلت اعيط. كان عندي شهرين بالظبط، ففضلت ماسكه في الطرحه بتاعتها، فبعدين ماما قالت خلاص انا هاخدها خلاص. لا، بابا حاجه تانية خالص، يعني بابا في حته والناس حته، ماما اكيد برضه، عشان ماما تشوف الكلام ده، انا بحبك على فكره. بابايا عنده السكر، فبابايا كان مقتنع وانا صغيره ان انا على ما اوصل لسني ده هو مش هيبقى موجود، فهو الموضوع بالنسبه لي لحد دلوقتي بيضايقني لما بيقول كده، بس تمام يعني. فهو كان حريص قوي ان هو يتصور معايا ويصورني علشان يعمل ما بيننا ذكريات وكده، علشان حتى بعدها تبقى فاكراه وابقى فاكره شكله وابقى فاكره الاماكن اللي وداني ليها وكده. يعني انا عمري في حياتي ما افتكرش ان انا مره في حياتي قلت ان انا عايزه حاجه وما جاتش في يومها، حرفيا كانت بتيجي في يومها. هو بصراحه الحوار مش ان انا بحاول اشجعهم بس، يعني هو الموضوع ان مش لازم تتكسفوا من حاجه زي كده، ان انا مش شايفاها حاجه حد يتكسف منها اصلا. فجميل يعني يا جماعه افتكروا ده اصلا عادي. انا عرفت وانا عندي 11 سنه، فكان بالنسبه لي الموضوع صعب بقى وكده، فكان يعني كان الحوار كبير شويه. لما وصلت 13 سنه الموضوع قل جدا، وما بقتش بتضايق زي الاول، يعني الموضوع عادي. الموقف ده ان بنت عمتي هي اللي جت سالتني، قالت لي انت مش بنت خاله؟ قلت نعم. قالت لي انت مش بنت خاله، يعني خاله ما ولدكيش. انا حتى فاكره الكلام بالنص، قلت لها فاطمه، هي اسمها فاطمه زي، قلت لها فاطمه مفيش حاجه اسمها كده. راحت قالت لي لا، ماما قالت لي كده. قلت لها ماما قالت لي كده؟ قالت لي اه. قلت لها خلاص ماشي، يبقى انا كده، انت هتكلميني تاني ولا لا؟ قالت لي هكلمك عادي عشان انت بنت خاله، مفيش حاجات يعني تغير ده وكده. وقتها حضنتها بقى، وكان الدموع بقى وكده.